ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي مع النادي اعيشها في نص ماضي يا ابيض يا اسود قصة حياتي وكل حكاياتي مع النادي اعيشها في نص ماضي هتخلص والنت مش هيخلص مع فودافون بلس اتفرج واسمع على يوتيوب لحد ما تخلص فودافون بلس هتأخرك عن النت رقم واحد اللي جاي أقل